السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. في الفيديو ده جايين نقول لكم ثلاث حاجات، ثلاث خطوات، ثلاث عوامل هيخلوك ترجع الطيور اللي عندك أو الفرخة اللي عندك اللي كانت راقدة ترجعها تبيض من تاني. لأن الفرخة لما بترقد على بيض، لو انت عندك فرخة او اتنين او تلاتة كانوا راقدين على بيض، ازاي ترجعهم بعد كده يبيضوا من تاني؟ لان هما بعد الرقاد بيبقوا قافلين كده، بيبقوا مش عايزين يبيضوا، بيبقوا يعني مش عايزين ينتجوا، بيبقوا عايزين يكملوا رقاد من الاخر، يرقدوا مرة واتنين وتلاتة عادي جدا ما عندهمش اي مشكلة. ازاي بقى تخليهم يرجعوا يبيضوا تاني؟ عن طريق تلات حاجات لازم تركز عليهم. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم بس علشان اكون صريح معاكم وانصحكم بنصيحة، مدام الفرخة راقدة ومدام الفرخة عايزة ترقد تاني، يستحسن انك تستغلها في عملية ترقيد اولى وتانية وتالتة. ما تستعجلش عليها ان هي ترجع تبيض تاني، لان هي بيبقى عندها الرغبة فعلا ان هي ترقد مرة واثنين وتلاتة. يمكن في المرة التالتة بتبقى تعبت شوية، لكنها بتقدر ترقد فعلا تلات مرات ورا بعض بدون اي مشاكل. وكمان لما تيجي ترجعها هتبيض من جديد، هتبيض عادي جدا، لكن عن طريق التلات حاجات اللي احنا هنعملهم مع بعض. بس خد بالك، يستحسن ويفضل انك تخلي الفرخة دي راقدة لمرتين تلاتة عن طريق الحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها، العوامل اللي هي لازم تساعدها دايما بيها علشان خاطر ايه ترقد مرة واثنين وتلاتة، اللي هو دايما بتغير الفرشة بين كل راقدة والتانية، بين كل يعني ترقيدة والتانية، اللي هتخلص البيض ده تحط لها بيض جديد لكن على فرشة جديدة نظيفة. ودايما في الفرشة بيبقى في قاع الفرشة ايه موجود رماد، الرماد ده اللي هو الفحم المطحون، الفحم المطحون ده مهم جدا عشان خاطر نعمل ايه؟ عشان خاطر نقاوم الحشرات اللي ممكن تتجمع على المكان. لان ما دام الفرخه راقده مره واثنين وثلاثه يبقى اكيد في حشرات هتتراكم بقى بسبب العفانه والتعفن اللي ممكن يحصلوا في المكان. المهم انت دلوقتي لازم يبقى في تنظيف مستمر برضو مع الموضوع ده. الفحم ده او الرماد، الفحم المطحون او الرماد مش هيعفيك من مسؤوليه انك تنظف دايما، لان التعفن ده هيتكرر مره وهيبقى موجود بشكل ما بسبب ايه؟ تراكم الترقيدات ورا بعض. فلازم تغير الفرشة ولازم تحط الرماد ولازم تحط برضو قش جديد وتبني جديد تحت البيض وتريح الفرخة في المكان ويكون البيض محاوط بأي قوالب طوب أو أي تحويطة. ده بالنسبة للترقيد اللي أنا أنصحك تعمله، اللي انا انصحك ما دام الفرخه عايزه ترقد خليها ترقد، اي بيض عندك عايز ترقد عليه رقد عليه. انما بقى لو انت عايزها ترجع تبيض من جديد فلازم حضرتك تتبع الثلاث خطوات دول. اول حاجه لازم يكون معاها ديك. وجود الديك مهم جدا عشان خاطر الفرخه من دول ترجع تبيض من جديد. هي مش هترجع تبيض لو مفيش ديك، يعني قولا واحدا لازم يتم تحفيزها عن طريق الديك اللي هيكسر عليها، اللي هيبقى موجود معاها دايما يرازي فيها، يعني بالمعنى الشعبي دايما يغتت عليها، دايما يحفزها ان هي ترجع تبيض من جديد. عدم وجود الديك هيخليها ترضخ لما هو عليه الامر، اللي هو ايه تفضل زي ما هي كده ايه تدور على اي بيض علشان ترقد عليه. وحتى لو ما لقيتش بيض هتلاقيها راقده كده وخلاص في اي حته، يعني ما بتتحركش كتير، بتاكل قليل، ما بتنتجش. بسبب ايه؟ بسبب ان هي قادلها فتره راقده، قادلها فتره ايه راقده ومش بتتحرك ومش بتعمل اي عمليه انتاجيه، اللي هو مش بيتكسر عليها، مش بتاكل كويس، مش بتشرب كويس، عندها شوية خمول كده كأنها عايزة ترقد تاني. فلازم يكون في ديك علشان خاطر يحفزها دايما ان هي تتحرك وتاكل وتشرب وتنتج. ده اول عامل. تاني عامل معانا بقى هو العلف. يا جماعة العلف مهم جدا لإعادة الدجاج اللي كان راقد للبيض من جديد. اي دجاجة كانت راقدة مش هترجع تبيض من جديد غير لما تاكل علف بكميات كويسة يوميا. كميات كويسة يوميا اللي هو من 60 جرام ل 100 جرام للفرخة الواحدة، وكل ما تدي اكتر كل ما يكون افضل. يعني تقدر تديها 100 جرام اديها 100 جرام. ليه؟ علشان العلف الكتير ده هيدخل جسمها
فاكيد هيتحول جزء منه الانتاج، هيبدا ينشطها، البروتين اللي جوه هيتخزن، هيكون بيض، عنقود البيض هيكبر وهكذا. مع وجود الديك ده هيكون عامل مساعد بنسبه كبيره جدا، اللي هو العلف يعني، هيكون عامل مساعد كبير جدا ان الفرخه ترجع تبيض من جديد وانتاج كويس كمان، انتاج كويس اللي هو تبيض كل يوم، مش ترجع كده على استحياء اللي هو تبيض بيضه وبعد بكره بيضه وهكذا، يوم اه ويوم لا، لا هتبيض عادي جدا كل يوم، وحجم البيض هيبقى كبير، مش اللي هو بترجع تبيض من جديد فالبيض هيبقى صغير، لا برضو البيض هيبقى كبير وزي الفل لو انت اهتميت بكمية العلف الموصى بيها اللي احنا دايما بنقول عليها اللي هي من 60 لـ100 جرام، ما توفر لهاش في العلف. ولو احنا في صيف وفي حر حاول تديها كمية العلف دي كلها صباحا، ما تقدمش العلف ده مساء، مساء او حتى يعني بالنهار او حتى مساء، لا ده ولا ده، العلف صباحا يكون افضل بكتير جدا عشان يلحق يتحرق وعشان يلحق ايه يتحول الى انتاج، مش يتحول الى اي طاقة اخرى او اي شيء اخر في جسم الطائر. تمام، دي تاني حاجة هنعملها عشان نرجع الفرخة تبيض من جديد. تالت حاجة بقى، ده الحل الاخير اللي بنلجأ له لما بنلاقي الفرخة من دول مش راضية ترجع تبيض وعايزة تفضل رقدة، والحل ده عملي ويدوي انت بتعمله بنفسك، وهو عبارة عن انك بتجيب مية ساقعة، مية ساقعة كده في جردل او في اي وعاء كبير يقدر يشيل الفرخة او يقدر نغطس فيه الفرخة، وهنجيب الفرخة اللي مش راضية تبيض من جديد بعد عمليات الرؤاد المتلاحقة او بعد عملية رؤاد واحدة، حتى في فراخ برضو من عملية رؤاد واحدة بتقطع او بتبطل تبيض، تمام، الانتاج عندها بيتوقف، هنجيب الفرخة دي ونغطسها في المية الساقعة، مية ساقعة بس مش بدرجة كبيرة قوي، يعني مية ساقعة، مية يعني تحسسها كده ايه زي ما تقول كده تجيب لها ارتعاش او رعشة او انتعاشة، انتعاشة كبيرة بس انتعاشة قوية شوية، بس مش مية ساقعة لدرجة ان احنا نجمدها، يعني مية تفرفشها شوية وتفوقها من الرؤاد اللي كانت فيه. فهنغطسها في المية دي، هنغطسها في المية دي كويس، وبعد كده طبعا ما عدا الراس، الراس ما بتتغطسش في المية، هنغطسها في المية كويس ونطلعها ونعمل الحركة دي مرة مثلا رجع تبيض زي الفل كده كان بها، ما رجعتش تبيض فهنعمل الحركة دي تاني. ويفضل تعمل الحركة دي امتى؟ في الجو اللي هو فيه شمس وحر، علشان ده ما يفرقش معاه يعني بالنهار مثلا، انما بالليل ده هيبقى يعني مش مستحب كده كده في الجو اللي احنا فيه ده انك تحطها في ميه ساقعه، ده مش هيضرها، لكن يفضل بالنهار، يفضل على الظهر او على العصر، انما الصبح وبالليل لو كان الجو فيه شويه رطوبه وطراوه ده ممكن يتعبها احتمال، لكن طبعا ما فيش رطوبه دلوقتي وطراوه، الجو صعب جدا اليومين دول، فاعمل الحركه دي براحتك، اهم حاجه تتاكد ان الجو مناسب لانك تغطسها في مية ساعة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشريك من اليوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.